مستوى الخط الخلفي. المتابعة، اللمسة لا زالت في المنطقة. ديالو ديالو ديالو، الله، هذه ذكرياتك يا امبراطور، هذه أيامك يا وصل، هذه لحظاتك يا كبير، هذا أنت يا وصل، وهذا أنت يا ديالو. أدام ديالو فعلها، أدام ديالو يأتي بالضربة الأولى هنا في هذه المواجهة من أجل استعادة الزمن الجميل يا ديالو، من أجل استعادة الزمن الجميل يا ديالو، من أجل استعادة التاريخ، من أجل الأيام التي لا تنسى. وصل يعيد نفسه، التمريرة، الخطأ الفادح في منطقة الجزاء عادت إلى ديالو، استلمها باليمنى وصوب باليمنى. نعم المدرب، أو قايدي، الله، القلب النابض، مهدي يا قايدي، مهدي يا قايدي، القلب النابض، هدف للنمور، هدف للاتحاد، الباحث عن صناعة التاريخ، الباحث عن معانقة اللقب. من هنا يضرب، ومن هنا يريد العبور، ومن هنا يريد الوصول. او على النمر، او على هدف اول، يا عيني على الضربة، يا عيني على الضربة في لحظة دخول سياكا، دخل، دخل قايدي، يا عيني يا قايدي، وضعها بكل ما عنده من قوة، بكل ما عنده من قوة على يمين خالد السناني. النمر الاتحادي يعدلها، النمر الاتحادي يعدل ويسجل في توقيت مهم جدا. يا عيني يا مهدي، يا عيني يا مهدي قايدي، القلب النابض الإيراني، قايدي يا قايدي، يا عيني على فرحة كبيرة، غازي الشمري بهذه الوضعية، وفرحة كبيرة، النمور الباحثة عن معانقة اللقب. من هنا يضرب، ومن هنا النمر الاتحادي يريد العبور ويريد الوصول إلى القمة النهائية، إلى نهائي هذه المسابقة. متى ما ظهر قائدي في دائرة خط المنتصف، ديال الله، الله، في الوقت الحاسم، ما لها إلا سياكا يا رجل، يا رجل ماذا فعلت، يا رجل ماذا فعلت. سياكا يأتي بصاروخ، سياكا يسجل، سياكا يأتي بقذيفة، بقذيفة، الدينامو المحرك الرئيسي يأتي ويعلن عن انفجار، ويعلن عن انفجار في مدرجات، في مدرجات استاد الشارقة. جماهير الوصل تحتفل وكأنها في سعبيل. يا عيني يا سياكا، يا ضربة يا سياكا، سياكا يا رجل، استلمها بهذه الطريقة، وضعها، الله، 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 يا رجل ماذا فعلت، يا رجل ماذا فعلت، في قلب المرمى يا حمد، في قلب المرمى يا حمد المنصوري، لا تصد ولا ترد. سياكا يسجل، سياكا يأتي بهدف ثاني، نعم، بضربة ثانية، يا عيني على ضربة، يا عيني على هدف مجنون. كرة أمامية طولية لمصلحة الإمبراطور، عرضية، الله، الله، على سفيان، هدف ثالث للإمبراطور، نعم، هدف ثالث للإمبراطور. هنا سفيان بوفتيني يعلن، يعلن عن ذلك بأن الوصل يتأهل إلى الدور القادم وإلى المرحلة الأخيرة، إلى نهائي المسابقة، برأسية سفيان وبضربة سفيان. الإمبراطور يسجل الهدف الثالث، نعم، الإمبراطور يسجل الهدف الثالث، رأسية حاضرة عن سفيان بوفتيني اللي وضع الكرة وأرسلها في شباك الحارس حمد المنصوري. بهذه الطريقة وبهذه الوضعية وبهذه الكيفية، شوف الكرة الأخيرة، وبهذه الطريقة، المتابعة بالرأس، المتابعة بالرأس على طول في الشباك، حتى أنه يعلن عن ثالث الأهداف، ليتقدم الوصل بثالث الضربات. رأسية سفيان بوفتيني، نعم، عبور، هل من عرضية؟ هذه العرضية، طلبها، 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 حطها، الله، أليكسيس طلبها وأليكسيس حطها، أليكسيس طلبها وأليكسيس حطها، ليسجل رابع الأهداف. نعم الإمبراطور يسجل رابع الأهداف بهذه الوضعية، بعد عرضية من جانب اللاعب، من جانب اللاعب فابيو ليما، طلبها أليكسيس ووضعها أليكسيس في شباك الحارس حمد المنصوري. بالأربعة الإمبراطور يضرب، بالأربعة الإمبراطور يضرب،
أليكسيس بيريز يسجل رابع الأهداف. أليكسيس بيريز يأتي برابع الضربات بهذه الوضعية، راحت في أقصى الجهة اليمنى. هنا التحرك الحاضر طلبها من أمام اللاعب فابيو ليما. أنا هنا يا فابيو بهذه الوضعية، الاستلام وبهذه الكيفية ذهبت وعانقت شباك الحارس حمد المنصوري، راحت وعانقت شباك الحارس حمد المنصوري. ليلة وصلاوية كبيرة، أمسية وصلاوية مثيرة، رباعية وصلاوية كبيرة، رباعية الوصلاوية والسعادة بالنسبة لجماهير الإمبراطور. يبدو بأن لامست مدافع اتحاد كلباء، لكن الاحتفال حاضر من جانب اللاعب أليكسيس بيريز اللي يضع رابع الأهداف.